السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة إبداعات كهربائية. أخوكم إسماعيل شريف. النهاردة إن شاء الله هنشرح المقاومات الكهربائية في درس من دروس الإلكترونيات. هنتعرف بيها النهاردة إزاي نحسب المقاومات، نقراها بالألوان ونحدد قيمتها. بس إن شاء الله قبل الشرح عايزكم إن شاء الله تدعموا القناة وتفعلوا زر الجرس ويوصلكم إن شاء الله كل جديد. نبدأ بركة الله شرح الفيديو. هنوضح في النهارده ايه هي المقاومات وانواعها وازاي بنقيسها على الافوميتر وعلى جدول الالوان، وان شاء الله نبدا بامر الله تعريف المقاومه الكهربائيه. والمقاومه في الدايره هي من اهم العناصر الالكترونيه، يعني اي بورده الكترونيه، اي جهاز الكتروني، اي كارته لازم نلاقي فيها المقاومات. ده جزء اساسي من تصنيع الكروت الالكترونيه، المقاومات. المقاومة دي بتعمل على إعاقة مرور التيار الكهربي فيها علشان يتناسب التيار اللي خارج من المقاومة مع الأجهزة الكهربية والإلكترونية. أنواع المقاومات: دي مقاومة ثابتة، الفسطورة قدامنا دي مقاومات ثابتة، ودي تركيب المقاومة من الداخل جوه زي ما احنا شايفين. مقاومة كربونية، المادة الكربونية عنصر من عناصر تركيب المقاومة، والغلاف الخارجي للمقاومة، وهنا أرجل التوصيل، طرفين للمقاومة، وكود الألوان هنتعرف عليه كمان شوية مع بعض. ودي صورة تانية لبعض المقاومات الثابتة بس هي حجمها أكبر شوية لأن وطها عالي. دي مقاومة مطبوعة، المقاومة دي برضو هنتعرف مع بعض ازاي نعرف نقرأ الكود اللي عليها من بره. ودي بيستخدم في الكروت زي الكروت المضغوطة والموبايلات وبعض الكروت الأخرى بتكون صغيرة الحجم. في هنا معانا حساسات، هي المقاومة الحرارية، والمقاومة الحرارية دي بنستخدم في حماية أجهزة التكييف والسخانات وبعض الكروت بنخاف من درجة الحرارة المرتفعة اللي ممكن تبوظ البوردة أو تتلفها. ومعانا بعض الرسم اللي يوضح رمز المقاومة الثابتة، معانا هنا هو ورمز المقاومة المتغيرة والمقاومة الضوئية. نعرف مع بعض ازاي نعرف نقرأ المقاومة ونعرف نحدد قيمتها عن طريق جدول الألوان. زي ما احنا شايفين قدام مننا جدول الألوان اهو، دي الألوان الخاصة بالمقاومات، اللون الأسود واللون البني والأحمر والبرتقاني والأصفر والأخضر والأزرق والوردي والرمادي والأبيض. في معانا كمان لونين، اللون الذهبي واللون الفضي، ده نسبة تفاوت، بيبقى اللون الذهبي 5% واللون الفضي بيبقى 10%. دايما نيجي نقرا مقاومة نمسك المقاومة بإيدنا اليمين بحيث بيكون لون نسبة التفاوت على إيدنا اليمين اللي هو اللون الفضي أو اللون الذهبي، واللون الأساسي على إيدنا الشمال. زي الطوق الأول زي ما احنا شايفين في الصورة، الطوق الأول ده هو ده بيبقى على ايدنا الشمال، والطوق الثاني والثالث، وبعد كده نسبه التفاوت. مثلا هنيجي نقول هنزل، لو ده لون بني هنزل رقمه، واللون الاسود هنزل رقمه، واللون الثالث بيبقى عدد الاصفار هنزل عدد الاصفار حسب القيمه الموجوده في الجدول، وبعد كده نسبه التفاوت. مثال مثلا هنيجي هنبص معانا في جدول الالوان، هنا هو محدد لنا هنا هو لون البرتقاني بكام؟ بتلاتة، هو نزل التلاتة. واللون البني بكام؟ بواحد، هو نزل الواحد. واللون التالت في المقاومة الأربع ألوان حط صفرين، ونسبة التفاوت عشان هي ذهبي حطها 5%. يعني المقاومة دي هنا كام؟ عاملة 3100 أوم، والدقة بتاعتها 5%. لو جينا نقرأ المقاومة دي، المقاومة دي أربع ألوان، لو جينا نحددها مع بعض هنبص نلاقي اللون الاخضر هنا 5، لو جينا على اللون في الرسم هنا وبصينا في جدول الالوان هنلاقي اللون الاخضر هنا 5 اهو 5، واللون الازرق 6 نزل رقم 6، وثالث لون نزله اصفار بثلاث اصفار اللي هو اللون البرتقاني، اللون البرتقاني هنا بثلاثة 3 نزل قيمته 3 اصفار يعني 56,000 أوم، يعني 56 كيلو أوم، وحط نسبة التفاوت هنا 5% زائد أو ناقص للمقاومة. لو جينا لمثال تاني، مقاومة تانية
خمس الوان، وجينا بصينا عليها هنلاقي هنا اللون الاصفر، اللون الاصفر باربعة، نزلنا الاربعة اهو، الاصفر هنا باربعة في جدول الالوان، حط نفس الرقم اربعة تحت. اللون الوردي حط هنا سبعة، ورقم هنا اللون الوردي هنا رقم سبعة، نزله لان الرقم الاول اللون بينزل بنفس القيمة، اللون التالت برضو بينزل بنفس القيمة ما بينزلش اصفار، فحط اللون الاسود هنا حطه بصفر، واللون الاسود هنا القيمة بتاعته صفر، فهو نزل صفر. اللون الرابع يبدأ ينزل صفار، فنزل لون الاحمر، الاحمر هنا باتنين، نزل صفرين. فالمقاومة دي عاملة 47000 اوم، يعني 47 كيلو اوم. هنتعرف مع بعض على مقاومات تانية برضو، نتعرف ازاي نحسب الوانها مع بعض. واحب اقول لكم ان برضو ان اللون التالت هو معامل الضرب، بينزل صفار. لو جينا نقول اول لون في المقاومة هو اللون الاحمر، واللون الازرق، واللون الاصفر، واللون الفضي او اللون الذهبي. لو جينا نبص على اللون الاحمر هنا بكام، اللون الاحمر هنا باتنين، بينزل قيمته اتنين، واللون الازرق هنا بستة، بينزل قيمة اللون. واللون التالت هو معدل الضرب بكام، صفر، باربع اصفار، لان اللون الاصفر هنا باربعة. يبقى المقاومة دي 260000 اوم، يعني 260 كيلو اوم. المقاومة اللي بعدها لو جينا نبص هنلاقي بني، بني، وبعد كده لون برتقاني، واللون الذهبي اللي هو نسبة التفاوت. اللون البني هنا بواحد هينزل، واللون البني التاني بواحد برضه هنا، الواحد اهو هينزل، والواحد تاني برضه بينزل. واللون التالت اللي هو معدل الضرب اللي هو اللون البرتقاني، اللون البرتقاني هنا بتلاتة، بينزل تلات اصفار، يعني 11000 اوم، يعني 11 كيلو اوم. ونسبة التفاوت في الرقم الاخير اللي هو اللون الاخير اللي هو اللون الذهبي 5% زائد او ناقص. المقاومة الاخيرة هنا بيبقى اللون الاحمر هينزل هنا باتنين، واللون الاحمر باتنين، واللون اللي هو معدل الضرب بصفر. يبقى المقاومة دي 22 اوم، والرقم الاخير هو اللي هو نسبة التفاوت 5% زائد او ناقص. اتنقل دلوقتي على نوع جديد من المقاومات، ونتعرف ازاي مع بعض ازاي نشرحها. ونتعرف مع بعض دلوقتي على انواع تانية من المقاومات، ودي المقاومات المتغيرة، ودي بعض انواع من انواع المقاومات المتغيرة. زي ما احنا شايفين في الرسم، كل المقاومات دي كلها ممكن تركب على بورد، على بورد كهربية. دي مقاومة كربونية، ودي زيها مقاومة كربونية، مقاومة سلكية، ودي مقاومة كربونية، ودي مقاومة برضو كربونية، ودي مقاومة ريجليتور برضو بتتحرك زي انزلاقية كده، بتتحرك يمين وشمال. ودي مقاومة سلكية. طبعا المقاومة دي نادر استخدامها شوية، بس دي مقاومة من المقاومات الكبيرة، بتستحمل تيار عالي جدا. ودي مقاومة سلكية، وهنشرحها دلوقتي مع بعض ازاي برضو بتتغير قيمتها. وده الرمز الامريكي للمقاومة، وده الرمز الاوروبي، ودي اطراف المقاومة السلكية، وازاي بنغير قيمتها عن طريق طرف رقم اتنين، والسهم بيغير بيمشي ناحية اليمين على طرف رقم واحد بيزود المقاومة، وبيرجع تاني ثلاثة بينقص قيمة المقاومة. ودي المقاومة الكربونية وتركيبها، زي ما احنا شايفين ثلاث اطراف هنا للمقاومة اهو، الطرف اللي في النص ده اللي هو اللي بيركب عليه السهم ده، اللي هو عليه العجلة الداخلية جوه دي، الريشة الداخلية النحاس دي، بتلف يمين وشمال على جزء الكربون الاسود ده، هو بيغير قيمة المقاومة بالزائد او بالناقص. المقاومة السلكية زي ما احنا شايفين، هتلاقي هنا المقاومة السلكية في هنا ملف سلك ملفوف حوالين مادة عازلة، عشان المقاومة نفسها ما تعملش تلامس مع البورد او مع جسم المقاومة من بره اهو. وليها ثلاث اطراف، اللي هو الطرف اللي هو طرف واحد واثنين وثلاثة، اللي هو الطرف الكومن اللي في النص اللي هو رقم اتنين، وبيدينا هنا بوزيتيف او نيجاتيف في القراءة. ودي انواع، يعني تعتبر انواع من المقاومات المتغيرة اللي بنستخدمها في الكروت الالكترونية. ونتعرف كمان على بعض المقاومات التانية. دي بعض المقاومات التانية برضو، دي مقاومات المطبوعة. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي
هحاول اشرحها باستفاضه واعرفكم ازاي نعرف نقراها مع بعض ونحدد قيمتها مع بعض، وكل الارقام دي ازاي احنا بنقراها ونحولها لقيمه المقاومه، وازاي نعرف نوصل المقاومات على التوالي والتوازي طلاب المدارس الصناعيه، وعايزين يفهموا الحته دي كويس قوي ان شاء الله اشرحها لهم واعرفها لهم. وده توصيل التوازي وتوصيل التوالي، ودي بعض الخلايا الضوئيه والمقاومه الضوئيه وازاي بتشتغل وازاي بتغير قيمتها في الدايره. ما تنسوش تشاركونا ارائكم في التعليقات، واي حد ان شاء الله محتاج اي سؤال اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليه. استناكم في فيديوهات جديده، اشتركوا معنا في القناه، دعموا قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.